أهلا بكم أعزائي مرة أخرى في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الكتاب يتكلم. في هذا اللقاء سنتناول موضوع الملك نبوخذ نصر والحلم الذي شاهده والذي لم يعرف ما هو. ومعي في الاستوديو كما اعتدنا جناب القسيس سامح، أهلا بحضرتك. أهلا بك. وجناب القسيس توفيق، أهلا بك. القسيس سامح، قبل ما ندخل في الموضوع عايزين نعطي المشاهدين والمستمعين لمحة سريعة عن الملك نبوخذ نصر. من هو وإيه موضوع الحلم اللي شافه دول؟ قديما كان الإمبراطوريات اللي بتحكم كانت تحكم العالم كله، وإمبراطورية بابل برغم أن بابل هي منطقة موجودة في العراق، لكن كان ملك نبوخذ نصر في الوقت ده كان يحكم العالم كله. يعني هو كان ملك بابل، كان ملك، لكن بابل كانت إمبراطورية. ايوه، متراميه الاطراف، تمام، تشمل العالم المعروف في ذلك الوقت. كل العالم المعروف. والملك نبوخذ نصر حكم فتره، وكان حصلت احداث تتعلق بشعب الله، دخل اورشليم وسبى شعب ربنا واخذ مقتنيات الهيكل، وربنا في اعطى بعض الأحلام أو النبوات من خلال هذا الملك الوثني. كان ملك وثني الملك نبوخذ نصر، واداله حلم. الحلم ده ذكر في أصحاح واحد بس، اللي هو في البداية السيس توفيق معرفش ما هي دي كانت هو الحلم صعوبة. يعني كان شاف حلم وكان فاكر أنه حلم مهم جدا، أو ترك انطباع وأثر شديد فيه، لكن حاول يفتكره وما قدرش. صح، ما هو دي النقطة. يا إما إن هو فعلا كان الحلم مزعج بالنسبة له وبس صحي متذكرش نسي، يا إما كان عاوز يعرف إيه الحلم ده. يعني كان عايز يعرف، وكمان طبعا التفسير فكان بالنسبة له مزعجة جدا إنه يحلم حلم بهالطريقة وفي نفس الوقت مش قادر تذكره، فعايز يعرف الحلم وعايز يعرف تفسير. طيب الكتاب المقدس بيقول لنا ايه بالضبط عن يعني الكتاب المقدس هنا بيبدا انه بيذكر حتى في السنه السنه انه نبوخذ نصر حلم فانزعجت روحه وطار عنه النوم، فامر الملك بان يستدعي المجوس، اللي هم المجوس العرافين اللي هم بيفسروا، لكن ما عرفوش. قالوا له طيب يا سيد قول لنا الحلم وإحنا مستعدين نوضحه له. فهل ممكن أنه الإنسان لما يحلم حلم بهالطريقة، يعني بالطريقة دي، أنه ينزعج لدرجة أنه هو يأمر أنه لو ما فسرتلوش الحلم موتا تموتا؟ يقول الكتاب كده. ففي دانيال بيطلب منهم إيه؟ قال لهم انه هم جمع طبعا المجوس والعرافين، الناس اللي متخصصه في تفسير الاحلام. نعم، جابهم بعدد كبير جدا، وهو دول كانوا اصلا المفروض يفسروا الحلم. ما عرفوش يفسروا الحلم لانه ما فيش حلم اصلا. فبيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال اصحاح 2 وعدد 3 السيد سامح: فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. يعني كان عايز يعرف الحلم ده كان عن ايه. قالوا له ايه بقى الحكماء، اللي هو زي ما قال السيد توفيق هو استدعى كل الناس بتوعه، المستشارين والحكماء يمكن في العرافة وكذا. قالوا له ايه؟ اخبرنا بالحلم فنعرفك تعبيره، نعلمك تعبيره. ودي كانت لعبة بيعملوها الحكماء والسحرة، ان الملك يقول لهم انا حلمت كذا، لان الملوك زمان كانوا يتفائلوا وعايز يعرف ايه الحلم ده ويشير لايه، ففي تشاؤم وتفاؤل باعتبار ان هو ملك وثني، فكان بيتفائل بالتفسيرات اللي بيدوها له السحرة، ودول كانوا بيكتسبوا اموال كثيره بسبب علاقتهم بالملك في تفسير احلام في الشيء اللي يعجب الملك. ولما كان يفسروا له اي حلم كان بيغدق عليهم أموال وهدايا وأشياء كتير قوي، فكانوا بيتكسبوا من الأمر ده. فقالوا له يعني هم جم وكعادتهم الملك هيقول لنا وإحنا هنألف له. لك اقرأ لنا الآيات المكتوبة عندك في دانيال أصحاح 2 وعدد 10 و11 مثلا. أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك
لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلدان. فإذا يعني قاله مش ممكن، ما فيش إنسان في الدنيا يقدر يعرف تفسير الحلم منه. إذا أنت ما قلت ليش الحلم آه. هو صح. هو طلب قال لهم قولوا لي أنتم المرات الحلم وقولوا لي التفسير آه. عادة هو كان يقول لهم الحلم وهم يفسروا، المرة دي هو كان ناسي الحلم مش فاكره وعايزهم آه. يقولوا له الحلم والتفسير آه. بتاعه نعم. فطبعا ما عرفوش، لان قالوا له الامر اللي انت بتطلبه ده ما فيش اي واحد من حكماء ولا السحر يقدر يعمله. انت كما تعودنا كل مره انت قول لنا الحلم واحنا هنديك فهنا في ايه مهمه جدا بيقول ايه سيستوفي بيقول ايه بيقول ليس اخر يبين الحلم قدام الملك غير الالهه الذين ليست سكناهم مع البشر يعني مش اي حد ما فيش انسان بشري. فاذا الالهه طبعا هم كانوا ان هم مش هيقدروا يفسروا، لا لكن في قدره او قوه تقدر تفسر الحلم ده بس سكناها مش مع البشر. طبعا هم كانوا يعني وثنيين وعبدت اصنام واوثان فما كانوش بيؤمنوا بالاله الواحد فكان بيقولوا الالهه هي بس اللي تعرف يعني. فجي دانيال هنا بقى عشان الكلمة دي بالذات قدر يعظم الإله الحي الإله الواحد من خلال ان هو تذكر الحلم ومن خلال ان هو قدر يفسره. فإذا دانيال يدخل في الصورة هنا بيقول ايه من تطوع لتفسير الحلم بعد أن اعترف الحكماء بعجزهم عن هو طبيعي أسيس أمير هم كانوا عندهم حق إنه الإله أو الآلهة الحقة هي اللي تفسر الحلم بالزبط. عشان كده بنجد إنه الكتاب المقدس بيقول إنه دانيال هو اللي تطوع أن يفسر الحلم. بس بالنسبة لدانيال كانت يعني شيء برضو مش سهل لأنه لو ما عرفش يفسره كان الحكم برضو عليه بالموت بالموت بالزبط. فهنا بيقول الكتاب المقدس حينئذ لدانيال تقدم انه يفسر الحلم، لكن مين اللي كشف؟ الله طبعا الله كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال اله السماوات. فاذا في الاول هو طلب من الملك انه يديله بعض الوقت طبعا عشان يرجع للاله الحي الله الواحد اللي ليس له مثيل مصدر المعرفه انه يدعو إلى الله إن هو يوحي به لي بالحلم. وده فعلا اللي حصل. يقول زي ما أنت قريت يا أسيس حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات. فإذا هنا زي ما نقول بقى نصر انتصار كبير لإله السماوات والأرض. طيب خلينا نكمل كمان ونقول قصة دانيال. بتقول عندنا ماذا قال دانيال عندما أحضروه أمام دلوقتي رجع والله وراله الحلم وجابوه تاني عند الملك قال ايه بقى. لو قرينا سفر دانيال أصحاح 2 وعدد 27 و28 بيقول دانيال النبي أجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. كان دانيال ممكن يفتخر بنفسه لما الملك بيسأله أنت اللي هتعرفني بالحلم وتعبيره أنا أنت مستهتر بي ولا إيه بقى. كان كان ممكن يدي المجد النفسي الفضل والمجد مظبوط مظبوط. وكان عنده مبرر الملك ما يعرفش الاله اللي انا بعبده ما يعرفوش، لكن هو شهد لربنا قدام الملك الوسم قال له لا مش لي انا، لكن هو يوجد اله كاشف الاسرار عنده كل الخبايا والاسرار وهو اللي عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الايام الاخيره. طيب قال لي بقى قال له بيقول ايه حلمك ورؤيا راسك على فراشك هو هذا نعم ايه بقى اللي شافه وبدا ان يقول له انه الاول يقول له الحلم الاول وبعدين يفسره له بالظبط. فاول يعني بدايته هو قال له ايها الملك هنا بيقول مثلا بيكمل حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا، أنت أيها الملك كنت تنظر وإذ بتمثال عظيم
هنا بقى الحلم. شفت تمثال عظيم، وهذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. ودي ممكن تكون الأزعجة الملك انه شاف حاجه ضخمه جدا وعاوز يعرف ايه الحاجه دي وبعدين نسيها، فبالنسبه له انزعج وعاوز يعرف ايه هي دي والتفسير. يعني هل ممكن يكون الله هو يعني عن قصد خلى الملك ينسى الحلم، يمكن عشان يبين لي انه دانيال يرشده الى الاله الحق؟ اكيد الإله الحي. اكيد هو كان دانيال هو الفتية الثلاث معتبرين ايضا من حكماء بابل، يعني نعم. اعتبروا من ضمن الحكماء صح. ولما نقرا الايات بيقول ان هو الشرطي او رئيس الشرطي اللي كان رايح كان برضو عشان يقبض عليهم ويقتلهم. فهي كانت فرصة ان ربنا يعلن عن نفسه امام مش ملك بابل، امام الامبراطورية البابلية كلها. نعم. فاذا قال له الحلم. ايوه. قال له انت شفت تمثال ضخم بهي المنظر جدا وحجمه كبير جدا، بس في بقى تفاصيل اكتر بعد كده. بيتكلم عن هو التمثال من المعدن، كله من المعدن، بس معادن مختلفة مش معدن واحد. بدأ دانيال يكلم الملك ويقول له في دانيال 2:32 و33 بيقول له رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدر وذراعاه من فضة، بطن وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. فإذا هنا الملك قبل ما نطلع على الفاصل، نبوخذ النبي دانيال قال للملك تفاصيل الحلم، وحتى ان التمثال مقسم الى اجزاء او معادن معينه. تمام. الراس ذهب، الصدر فضه، الخصر والفخذين من نحاس او البطن من نحاس، والساقين من حديد. وبعدين القدمين من بعض حديد وبعض خزف، خليط من النحاس ومن الخزف، ولكن والحديد. من الحديد ومن الخزف. تمام. فهنطلع على الفاصل ونرجع بقى نكمل ما هو معنى هذا الحلم الهام جدا في تاريخ البشرية. تمام. خلينا نطلع فاصل، أحبائي المشاهدين اتبعونا، تابعونا بعد هذا الفاصل، وسنعود إليكم بعد قليل. أعزائي عدنا إليكم لنكمل موضوع الملك نبوخذ نصر والحلم الذي رآه أثناء الليل وأزعجه كثيرا. جناب الأسيس، اتكلمنا عن الحلم وأن النبي دانيال بمعونة الله إله السماء قدر يفسر الحلم للملك، بس في تكملة لسه للحلم. مظبوط. وإحنا اتكلمنا عن التمثال. نعم. ما انتهاش الحلم، لأن الملك بعد ما شاف التمثال ده اللي واقف قدامه من المعدن، من المعادن المختلفة، أربع معادن، شاف حجر قطع بغير يدين ما عرفش جه منين، وضرب التمثال على القدمين تحت خالص. نعم. فبيقول التمثال انسحق وصار كالعصافة البيدر، طار في الهواء، والحجر وقف وبدأ يكبر وملأ الأرض كلها. نعم. هو ده كان الحلم، وده انزعج من نبوخذ نصر وكان عايز التفسير بقى. نعم. جميل. يعني شوف ال 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 نقدر نقول الانزعاج هنا ليه نحن كمان، انه حجر صغير يضرب او حجر يضرب التمثال، والتمثال كله من المعادن يتحول الى بودره تطير في الهواء، وبعدين الحجر ده يفضل يكبر يكبر يكبر، هو اللي يرتكز على الارض في الاول ويملى الارض كلها. يملى الارض كلها. نعم. فبالنسبه له ده كان 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 شيء مزعج. نعم. بالنسبة للملك. طيب نبتدي بقى نخش في تفسير الحلم ده. يعني دلوقتي هو قال له الحلم، قال له شفت تمثال كبير بهي المنظر وشكله حلو ومعمول من أربع معادن، ذهب وفضة ونحاس وحديد، والقدمين من خزف وحديد. صح. صح. تمام. وتيجي الحجر المقطوع بدون يدين ديا وتضرب التمثال من قدميه، يختفي التمثال ويرتكز الحجارة، الحجر دي أنت تقعد على الأرض وتكبر وتستقر. صح. وتملى الأرض كلها. صح. تفسير الحلم بقى ده إيه؟ ما معناه تفسير الحلم؟ أنه بالنسبة للتمثال، أول شيء في التمثال هو الرأس، رأس من ذهب. نعم.
وتفسير الحلم زي ما بيقول الكتاب المقدس إنه الرأس من ذهب تشير إلى مملكة بابل. إذن التمثال يمثل ممالك الأرض، ممالك عبر التاريخ، يعتبر الممالك الأربع أو الإمبراطوريات الأساسية في التاريخ، الإمبراطوريات الأساسية. وفي إمبراطورية أخيرة بقى اللي بيوضحها برضو التمثال بعد ما ينسحق، بس الرأس من ذهب وتشير إلى مملكة بابل. مظبوط. اللي هو بيقول له أنت الملك، فهنا بيقول هو أنت أيها الملك، ملك الملوك. ملك الملوك، لأن إله السماء أعطاك مملكة واقتدار وسلطان وفخر، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطان عليها جميعا. وصلتك عليها، أو صلتك عليها. نعم. فأنت هذا الرأس من ذهب. وفي نقطة هنا إن لما يتكلم في النبوات خصوصا في سفر دانيال، ملك ومملكة شيء واحد. يعني هو بيقول للملك أنت هو الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى. يبقى كلمة ملك أو مملكة هي نفس الشيء. فإذا هذا الرأس من ذهب يمثل مملكة أو إمبراطورية بابل، واللي هو على وقت نبوخذ نصر. تمام. طيب بعدين بيكمل بقى بعد كده إيه، في ممالك أخرى بعد كده، يعني في مملكة بابل اللي هي كانت غنية جدا، عشان كده كانت من ذهب. نلاحظ حاجة يا أسيس، إن المعادن قيمتها بتقل بالظبط وصلابتها بتزيد. صح. يعني الذهب لين عن الفضة، الفضة لين عن النحاس، وهكذا الصلابة بتزيد والقيمة بتقل بالظبط، والطول بيزيد. لأن الفترات النبوية، الفترات حكم الممالك، كل فترة بتقل بتزيد أكتر. بتزيد أكتر. طيب يعني هنعدي شوية التفاصيل بتاعت المملكة بابل عشان ما نخشش كتير في التفاصيل، ونروح على المملكة اللي جت بعد كده اللي هي إيه، مادي وفارس. مادي وفارس مملكة أخرى أصغر منك، مملكة ثالثة أخرى من نحاس. فتصعوا هنا يعني مملكة أخرى. مادي وفارس دي كانت من الفضة، من الفضة بالضبط. هي في عدد 32 من دانيال 2 بيقول لي صدره وذراعاه من فضة، من فضة. تمام. اللي هي بتمثل إيه بقى سيس؟ مادي وفارس، مملكة مادي وفارس هي المملكة اللي جت بعد بابل مباشرة. المهم الفرس يعني اللي انتصروا على بابل وقتها. تمام. بالضبط. طيب بعد كده بتيجي إيه اللي هو البطن وال اليونان والفخذين، والفخذين من النحاس، واللي هي بتمثل اليونان، مملكة اليونان والإسكندر الأكبر كلنا نعرفه. يعني من المثير والشيق جدا ان الكتاب المقدس يعني بيعطي نبوات وإتمامها بحذافيرها ودقة متناهية في إتمام النبوات، وتاريخ كبير أو الفموجة الصغيرة. يعني تمثال بسيط إدانا تاريخ العالم إلى نهايته، مش بس في الماضي، ده أيضا في الإيه، في المستقبل اللي إحنا بنعيشه دلوقتي، وإحنا عايشين دلوقتي، بنعيشه دلوقتي كمان. بالضبط. فإذا بابل من ذهب، مادي وفارس من فضة، اليونان من الفخذ والمطن من النحاس. بعدين بتيجي مملكة أخرى بقى هي إيه، الحديد، واللي هي كانت قبضة حديدية فعلا، ودي اللي ولد فيها سيد المسيح أثناء مملكة إيه بقى، الرومان. مظبوط. يعني جات روما الرومانية كانت من الحديد فعلا، كانت بتحكم من حديد. مظبوط. فإذن المملكة الرابعة هي الإمبراطورية الرومانية. تمام. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء اللي قبليها، كل الممالك اللي قبليها. تمام. صح. وهنا المسيح كان جاء تحت نير مملكة الرومان. تمام. وده اللي حصل بالضبط، ده اللي حصل بالضبط. الأشد غرابة اللي هيجي بعد مملكة الرومان. دي برضو حاجة من الأشياء الجميلة اللي نشوفها في الكتاب، اللي هي القدمين بقى. بالزبط. القدمين بيقول لك هم خليط بين
الخزف والحديد, والحديد. نعم. والغريب هنا الشيء الشيق أو المثير جدا بين الخزف والحديد إن هما مش ممكن يندمجوا مع بعض, مش ممكن يلتحموا ببعض. صح صعب. فالقدمين هنا بالأصابع العشرة هي تمثل إيه أسيس سامح؟ دي بعد المملكة الرومانية طبعا, المملكة الرومانية, الرومانية انهارت بالضبط في سنة 476 ميلادية. نعم. انهارت, وفي السنة انهارت فيها انقسمت أو تقسمت إلى 10 أجزاء. نعم. 10 ممالك أو 10 ممالك, 10 ممالك و10 ملوك. وعشان كده شبهها بالقدمين. صح. بالضبط. ومهما نحاول أن الممالك دي تتحد لكن لا مش ممكن, لم يحدث ذلك. فمعناها انه في هنا جزء من الـ 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 الخدمين حديد, ده باقي قوي المملكه قوي. باقي المملكه اللي هي الرومانيه, والجزء الثاني دي ممالك طلعت جديده اللي هي خزف. بالزبط. بس الاثنين ما توافقوش مع بعض عشان كده انقسموا. صح. طب احنا لو سالنا دلوقتي في هل احنا عايشين في عصر القدمين دلوقتي؟ اكيد يعني خلاص الحديد اللي هي الامبراطوريه الرومانيه انتهت, واحنا الان نعيش في انك تلاقي امبراطوريه تحكم العالم كله. ما فيش دلوقتي. ما فيش انها تشمل حكم او العالم كله يخضع تحت قائد واحد, مش ممكن. ما فيش. فبيقول يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. ممكن يحصل تزاوج بين اسر ملكيه بين ده بين ده, لكن ما فيش حاكم واحد. ما فيش حاكم. زي نبوخذ نصر الاول. او هو كان ملك الملوك زي ما بيقول الكتاب المقدس. مظبوط. بيحكم العالم كله. مظبوط. ما بقاش فيه دلوقتي حاجه زي كده. واحنا دلوقتي عايشين في هذه الفتره اللي هي الاقدام بالخزف والحديد والعشر اصابع اللي هي تمثل العالم اللي هو منقسم ليس تحت حاكم واحد ابدا. تمام. ولا يمكن. وهنا لما نقول انه الاتحاد الاوروبي بيحاول ان هو يعني يوحد نفسه, اتوحدت العمله, لكن لا يمكن ان يتوحدوا وتصيروا مملكه واحده. هو مملكه تحكم كل العالم. بلد ليها كل بلد ليها, وفي بلاد رفضت ان هي تنضم وهكذا. فبنجد انه فعلا الحديد والخزف لا يمكن. طيب عشان الوقت أسيس توفيق اتفضل. خلينا نخش برضو نكمل الحلم بقى والنبوه دي. دلوقتي احنا في اخر يعني في اخر عصر, ما بقاش في ممالك جايه بعد كده غير الحجر اللي هو لسه بقى ما نسفش. يعني احنا في الاقدام هيجي الحجر دلوقتي. الحجر ده بقى خلينا يسحق كل اللي فات بقى, وهو اللي ياسس مملكه ابديه. وضحها دانيال برضو في دانيال 2:44 بيقول في ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. نعم. وملكها لا يترك للشعب آخر, وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. ده أهم جزء يمكن في النبوة أو في الحلم. واللي هو بيمثل تاريخ العالم من البداية للنهاية تقريبا. أسيس سامح. والحجر ده خلاص يعني أصبحنا دلوقتي الحدث القادم هو الحجر, لأن احنا دلوقتي في الأقدام. تمام. يعني كل النبوات تقريبا تمت. بنعيش كل العلامات اللي بتحيط بينا تؤشر إلى قرب هذا الحدث العالمي اللي هو سيزيل كل الممالك السابقة ويتأسس وتصبح مملكة أبدية. كل الممالك اللي فاتت في التمثال ظنت أن هي هتبقى للأبد. نعم. حتى بابل الآثار اللي اكتشفوها بيكتشفوا حاجات ان في اختام كانت على بعض القوالب وكده بتقول المملكة أبدية ستبقى الى الأبد. نعم. والملك نبوخذ نصر بعد الحلم اللي ده تفسيره دانيال حب يثبت ان هو مملكته هي لا تبقى. نعم. مفيش حاجة اسمها وبعدك تقوم مملكة اخرى وبعديها مملكة ثالثة ورابعة. راح عمل تمثال كله من الدهب. كله دهب. عايز يقول دهب. انا مملكتي هي من الرأس للقدمين. نعم. لكن جت وانتهت. وجت لوراها واللي بعديها. التحصينات اللي كانت عاملها بابل نفسها لما نقرأ التاريخ سورين داخل بعض. لكن كلمة الله اثبت. لما كلمة الله تقول مملكة بابل هتسقط. سقطت. نعم. فإذا الحدث أو المملكة القادمة هي مملكة السيد المسيح. أمين. عندما يأتي على سحب المجد ويؤسس مملكة أبدية يعيش فيها البر
كلمة أخيرة أسيس توفيق قبل ما أقول إن السيد المسيح وضع الأساسات لما نزل على الأرض وعاش فترة يعني 33 سنة ونص، أسس هذه المملكة، لكن بناء المملكة وإتمامها كله مع مجيء المسيح على الأرض. كلمة أخيرة أسيس سامح. ياريت إن إحنا نلتفت للنبوات وننسق بأن كلمة ربنا صادقة، ونعرف من كلمة ربنا من أحداث دانيال أصحاح 2 إن إحنا فعلا بنعيش في الأيام الأخيرة. أحبائي المشاهدين، بنشكر متابعتكم ونتمنى أن تدرسوا الكتاب المقدس كلمة الله، وتدرسوا النبوات لأن هي التي سترشدنا إلى ما هو آتي. الرب معكم ويرعاكم.